تضوي الاول بالسلطان مين اللي بيقرر بتقيس سكرك الفتره حاج ما فيكم تعملوا معمل اصغر شوي شو اللي بخليك انت تعطي فرانشيز للاشخاص قديش سعر الاسم بيعوا اسم لبرات لبنان شو اللي بيخلي السلطان يتطور ويشتغل على حاله اكثر بقول ما تزعل منا بقول لهم انا بالعكس انا بنبسط منكم قد الدنيا طيب قد ايه بتحس البرستيج بيلعب دور بهيدي الايام هل في موظفين استمروا معكم لليوم بعرفهم كلهم حضرتك الله معك يا حاج اهلا الله معك حاج علام بالمصلحه هلا بتعرف بدها روح جديده ونفس جديد وروح الشباب شو النصيحه اللي بتوجه لهم اياهم قلنا وجود صار بلافايت هل هي فعلا بس او بتكفي هي الروسات هي اللي بتعطي النجاح للمشروع ممنوع البخل قديش بتاثر سلبا المواد الاوليه على صحه الشخص هذا خطير جدا هذا اي تانكي بيجيب بالنسبه لموضوع السكري في كتير ناس عندها سكري وعم تحضرنا الله يشفيهم اكيد شو عندكم اصناف للسكري وهل هيدا الشيء مضمون ولا نحن يلا بنسمي للسكري وبنبيع ولا يوم فكرنا انه نغش انه هدول الاشياء بتحسهم شوي ما بفشوا الخلق كتير شو عملتولي بأمي شو عملتولي حملوها على المستشفى اجا عبالك تاكل حلو والسلطانة بعيد عنك وين بتاكل بدي منك خمس اسماء بكل بلد اسم محل حلو بيعجبك المرحوم بجواد مثلا السهجوني بيت بدر الدين اسمه السيد شرف بدر الدين السلطان طيب حلوياته بتنهدى نيال كل من عام محلاته تهدى يا ما عليك حاولوا يتسلطنوا والحد هلأ بعد ما تسلطن حدا نحن مثل ما بنحافظ على صحتنا وعلى كل شيء بالنسبة لك